شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تشخيص الكحة عند الأطفال، إن أحد أفضل طرق تشخيص الكحة عند الأطفال هي الاستماع، حيث يقوم الطبيب بالاستماع إلى صوت كحة الطفل لمعرفة نوعها، وذلك سوف يساعد الطبيب في اتخاذ قرار علاج الكحة عند الأطفال. ويمكن أن تتنوع طرق علاج الكحة في الأطفال عند الأطفال استنادا إلى السبب الكامن من ورائها بعد معرفة نوع الكحة بالتحديد. أيضا أنصحكم إلى إذا كان الطفل يكح كحات كثيرة جدا قد تصل وتستمر الكحة لمدة 3 أسابيع، ننصحكم إلى يعني بمراجعة الطبيب فورا مباشرة لمعرفة نوع الكحة لكي يتم العلاج مباشرة. وأتمنى عدم ترك الحالات تتفاقم أو تتضاعف في بسبب الإهمال وبسبب يعني عدم الاهتمام. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.